السلام عليكم أعزائنا طلبة ثانوية المتميزين، راح أصور لكم بعض الرسومات، رسومات حتى تكون محاضرة خاصة للرسومات. موضوعنا اليوم هو رسم العظم، البون، the bone structure. بالبداية لازم أحسب تفاصيل معينة بالعظم، إنه أخذ في القياسات معينة أحدد لي وين راح أسوي العظم، يعني ما أسوي أطول طويل وياخذ من عندي صفحة كاملة، ولا يكون أقصر فيطلع الرسم بعيد عن الواقع، فيكون عندي الرسم أكبر أو أصغر. الشيء الثاني، لما أبدي أرسم ما أحدد أرسم بقلم، أضغط إيدي على الدفتر ومن ثم صعبة المسح يطلع عندي نشاز. هذا عندي البون ستركتشر، عندي البودي اوف بون اند تو اند، النهايتين، هذه النهايه، هنا ابين منطقه الغضروف. الشيء الثاني لازم يكون، اذا عندي ماخذ لي مقطع طولي لونجيتيودينال بالبون حتى يبين لي طبقات العظم، هذه عندي، ومبين لي المنطقة اللي يكون بيها السبونج بون، هذه سبونج بون، ما أحددها بقلم أطوخ. هنا عندي سبونج بون اللي هو العظم الإسفنجي، هاي، وأبين طبقة خفيفة اللي هي من الكارتيليج حتى يكون واضح بالتأشير، ومبين لي بالرسم ايضا البون مارو. اذا عندي اضيف بعض التفاصيل والتظليل يكون عندي الرسم يظهر بصورة لي. هذه اتركها اللي هي منطقة الغضروف اللي هي تغطي the head of the bone، فتتصير عندي هذه النهاية الإسفنجية الأولى، هذه الأبيفايسس، نهاية الدايفايسس، نرجع نكمل الأبيفايسس. زين، بالنسبة للتأشيرات قدر الإمكان إنه هي تكون بجهة واحدة قدر الإمكان وتنتهي نهاية واحدة، مثلا سبونج بون، هذا هو عندي السبونج بون، هذا تنتهي هناي. اللي مثلا عندي نقي العظم، هذا نقي العظم نهاية واحدة. هنا عندي هذه الطبقة الخارجية اللي هي بريوستيوم السمحاء، موجودة عندي مسؤولة عن تغذية العظم، موجود بها الوعاء الدموي اللي هو يكون مسؤول عن تغذية العظم، ونكمل باقي التأشيرات. راح نبدأ الآن بكيفية رسم مقطع طولي بالسن، أيضا أحدد بعض التفاصيل اللي هي مثلا قسم من الطلاب يبدأون من المنطقة العلوية من بداية السن اللي هو الجزء الظاهر على النسبة اللثة، ولي أسفل عندي فعندي هنا الجزء الظاهر من اللثة اللي هو الإنامير، هذه منطقة الكراون اللي هي منطقة التاج. تبدأ أدي الآن منطقة اللثة، هذه نكمل تبين منطقة بالنسبة للجذر، بالنسبة للجذر السن. هذه عندي منطقة
الكراون، هذه منطقة الكراون، وهذه عندي منطقة النيك، وهذه عندي منطقة الجذر. طبعا عندي هذه مادة الإنامير، وهذه مادة الدنتال. هسه حتى نظللها حتى تبين للطالب، وأيضا نوضح الأبيكال الفورامين اللي يدخل من خلاله الدنتال نير البلود فيزلز، الأوعية الدموية، والعصب السني المسؤول عن تغذية السم. الآن نأتي إلى رسم الفقرة، تتكون من السنتروم اللي هو البودي أوف فيرتبرا، هذا عندي السنتروم، هذا السنتروم، وعندي الارش شوي اخلي مساحه حتى لا يضايقني هذا الارش، ما امد الارش شويه تقريبا بنهايه السنتروم. راح يكون عندي هذا عندي السنتروم، وال هاي منطقة البوستيريور، هاي منطقة الانتيريور، والسبانسيا سبروسيس الشوكي، هذا عندي الارج، وبي التحام هذا حتى يبين عندي الفراغ الشوكي اللي يمر من خلاله السبينال كورد. هذا هذا هو الرسم الأساسي للفيرتبرا اللي هو السنتروم عند الارش، والبروسيس اللي هي النتوء الشوكي، النتوءات المستعرضة والنتوءات الجانبية، وأبين بالفيرتبرا الفورامين الفراغ الشوكي اللي هو بعدين يكون لي كنا قناة يمر بها السبينال كورد. الآن نأتي إلى رسم chapter 3 الفصل الثالث اللي هو العضلات. طبعا راح أخذ الكاردياك مصل اللي هي تكون طبعا موجودة بالwalls of the heart، وتكون straight مخططة وshort وbranch. إذن أخلي ببالي إنه هي branch وتلتقي تفرعاتها مع بعض which are connected to each other. يعني أول شيء راح أبدي أرسم إنه هذا عندي اللي هو سينديكال هذا، ومتفرع هذا التفرع، هذا التفرع، هذا عندي ليف عضلي، وأيضا متفرع من الناحية الأخرى، هذا بالنسبة عندي التفرع. وانتبه على هذه المسافة، هذه المسافة، هذه المسافة، طبعا هذا الشكل اللي هو هذا الليف متفرع، هذا ايضا متفرع، هذا عندي ليف اخر متفرع، وتلتقي تفرعاتها مع بعض البعض. راح نبدي نسوي انه تكون مخطط. هنا راح نلاحظ ميزة العضلات الكاردياك مصل انه ممكن ان تتالف اكثر من نواة. نبدي نرسم الان، وهذا الشكل النهائي للعضلات الكاردياك مصل. طبعا ما ننسى هذه بعض الرتوش، نكملها ونمسح هذه الزوائد حتى يدل على ترتيب ونظافة الرسم. طبعا اذا اريد هو هسه مبين انه هذه عضلات مخططة لان ظللتها، وهذا بمعنى الفراغات اللي هي هذا الليف متفرع وتلتقي تفرعاتها، فهذا ما ظللته، فهنا يبين انه عضلات مخططة مع انتباه انه هذه الاقراص البينية. العضلة الاخرى اللي هي العضلة السكيلتال مصل، طبعا تكون سيلندر اسطوانية، مراسم لي
أكثر يعني أكثر منها الرسم. من أريد أسوي المخطط، ما أقعد أسوي هذا مخطط، لا أبدي بالقلم الرصاص الفاتح إنه أعمل بعض التخطيط اللي هو هذا التخطيط، حتى يبين عندي الخلية مخططة. هذا عندي الرسم خلله حتى أكمل. طبعا المعلومات اللي عندي بالشرح نفسها أنتبه لها، إنه النواة تكون محيطية، يعني مو مثل القلبية تكون بالنص، هاي النواة أرسمها تكون محيطية. نأتي الآن إلى رسم العضلة الملساء اللي هي تكون مغزلية الشكل. السفنة هذه أرسمها، أرسم another cell، خلية أخرى طبعا قدر الإمكان أنه تكون بنفس النهاية نفس الحجم. النواة تكون بيضوية مركزية الموقع. الطالب يسأل يقول ست بس هذا النيل أكتفي هو نسيج، إذا ترسم فد عدد أكثر ما راح يأخرك، لأن هي نفس الديزاين مو بتفاصيل كثيرة. هذا عندي السموث مصل اللي هي العضلات الملساء.